مفيش اختلاف إن الساحل الشمالي واحد من أجمل الأماكن في مصر، وفي الكام سنة اللي فاتت بقى الساحل هو الترند الثابت في كل صيف. وبصراحة اتعملت شوية مشاريع ناجحة خلت الساحل في حتة تانية، وهنا بقى الفكرة مين يلحق ويشغل فلوسه هناك. بص يا سيدي، اتفقنا أو اختلفنا، فمنطقة الساحل الشمالي واحدة من أكتر الأماكن اللي عليها العين في مصر بالنسبة لينا احنا كمصريين مصيف، بس هي الناس تانية مكان سياحي ما بيهزرش. والموضوع مش هيقف عند صفقة رأس الحكمة وبس، لا، ده شركة هورايزون الإماراتية قررت تتعاقد على 180 فدان في الساحل الشمالي، هيتم تطويرهم علشان يكونوا مشروع سياحي متكامل بنظام المشاركة مع الحكومة المصرية. الشركة الإماراتية عايزة تاخد قطعة الأرض دي اللي بالمناسبة بيتنافس عليها شركات عقارية تانية علشان المشروع السياحي ده اللي هيتعمل بنظام المشاركة، زي ما تقول كده بحصة عينية. هورايزون بقى يا سيدي نتيجة تحالف أكتر من كيان، على رأسهم ماجد النعيمي رئيس الديوان الأميري في عجمان، والاستشاري المعماري عدنان سفريني، ومن أول مشروعاتهم في مصر كومباوند سعادة اللي في التجمع. أيوة، هو اللي عملت إعلانه جورجينا مرات كريستيانو اللي كنا فاكرينهم هيعملوا فرحهم وطلع إعلان. والمشروع ده على مساحة 371، نسبة المباني فيهم 12% بس، بتكلفة استثمارات مبدئية 36 مليار جنيه. علشان كده كتير من كبار المطورين عايزين يتعاقدوا على أراضي جديدة ويعملوا مشروعاتهم في الساحل الشمالي، زي ما حصل كده في مشروع تطوير رأس الحكمة. العجلة فعلاً بدأت تدور، مصر الأيام اللي فاتت عملت أكبر صفقة استثمارية مع الإمارات، واللي طبعاً كلنا كنا متابعينها، وهي صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة في شهر فبراير اللي فات، واللي قيمتها وصلت ل 35 مليار دولار، دولار مش جنيه. ومن بعدها سعر الدولار بقى في النازل، وما بقاش في حاجة اسمها بنك وسوق سودة، خلاص بقى كله سعر واحد. وده بعد توقيع صفقة مشروع رأس الحكمة مع شركة أبوظبي التنموية اللي سلمت مصر دفعة أولى 15 مليار دولار، وده طبعاً غير تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 5 مليار دولار. مليارات مشروع رأس الحكمة كانت سبب أساسي إن أسعار الدولار والذهب تستقر وتتظبط في مصر. مش بس كده، وكانت ضربة قاضية للسوق السودة، في ناس كانت مستنية الدولار يوصل لـ 100 جنيه، بس طبعاً ده في الأحلام. المفروض مصر تستلم اليومين دول الدفعة التانية من فلوس مشروع رأس الحكمة، وده بعد ما استلمت الدفعة الأولى من الصفقة واللي هتكون بقيمة 14 مليار دولار، ده غير تسوية وديعة إماراتية مستحقة على مصر بقيمة 6 مليار دولار. العدد في الليمون ما شاء الله، ما نحسدش بقى. وبكده الاقتصاد المصري ماشي في الاتجاه الصح، إنه يجذب استثمارات أجنبية حقيقية بالمليارات، وده هيوفر فلوس للبلد وعملة صعبة. ومن ناحية تانية وظايف بمرتبات حلوة للشباب، وفي نفس الوقت بنطور البلد. انت بقى قول لنا رأيك في رأس الحكمة والمشروعات اللي بنشوفها دلوقتي في الساحل الشمالي وقرارات الحكومة الأخيرة.